تفضل يا أخي هلال من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بدي أتكلم الشيخ لو سمحت. تفضل تفضل. عندي سؤالين، السؤال الأول نبي شركة اسمها مساكن، هذه كلمتهم عن يقصدون بيوت، قالوا احنا ناخذ في النسبة 5% وناخذ من المبلغ اللي تقتضيه سلم 10%. يجوز انهم ياخذون الفوائد مقدم ولا ما يجوز؟ هذا السؤال الاول. طيب خلينا نجاوب الشيخ، لحظه شوي جاوب الشيخ، تفضل يا شيخ. والله يا اخي ما اعرف هذه الشركه، لازم نطلع على نظامها هل هو صحيح او ما هو صحيح، ما نقدر نفتي فيها ونحن لا نعرف نظامها. نعم.